حاجة تانية المقاطعة، يعني أنا بكون بسمعه وبعدين لقيت نقطة عايزة أصلحها أو عايزة أرد عليها أو أروح داخلة في استني لما أخلص الجملة، ده يخلي الإيه الحوار يتقطم ممكن ما يكملش. فحتى عندنا تدريب كده نخلي إزازة مية صغيرة فاضية في إيد اللي بيتكلم ونقول له لما يديك الإزازة ابتدي أنت. اللي عنده مشكلة المقاطعة يعني كتير قوي من الستات عندهم مشكلة المقاطعة. في مشكلة إن الرجالة يقول لك هاتي من الآخر خلصينا، مش قادر يسمع، هو مش فاهم إن جزء مهم في العلاج إن هو يسمع يسيبها تفضفض وتعبر. وبرضه الرجال الستات عندهم مشكلة يعني يقول لها طب سيبيني أشرح لك. الست تقاطع والراجل ما عندوش طولة بال يسمع للآخر هاتي من الآخر.